المقاومات على بركة الله. اندفاع لجياد وأفراس الثلاث سنوات فأكثر بجميع درجاتها متنافسة على مسافة 1400 متر. كأس أفريقيا قيمة الجائزة 120,000 ريال. يبدأ الانطلاق الأفوه ثم يتبع مباشرة العطيف في هذه الأثناء ليتقدم للمركز الأول، ويتبع أيضا عربي في المركز الثالث من المسار الداخلي ورابعا من المسار الخارجي. إلهي في متابعة أيضا من رهين وأيضا مستند في هذه الأثناء. مشاهدينا الكرام، المقدمة مع الأحمر ومع العطيب، ولاهي في المركز الثاني، الأفوه ثالثا، عربي رابعا، مستند بخبرته قادم للمركز الرابع. يتقدم الآن فيما العطيب يقود هذا الشوط. العطيب بنشوة الانتصار بآخر المشاركات يتقدم، وأول الداخلين للخط المستقيم. العطيب ابن سكسفون أبيال في المركز الأول يتقدم. يأتي أيضا مستند في منافسة قوية، بينما العطيب يسيطر على المقدمة. العطيب يسيطر في 150 متر الأخيرة. العطيب للمركز الأول. العطيب أيضا كأس أفريقيا. العطيب المقدمة حمراء للعطيب، وكأس أفريقيا. ألف مبروك.